وعندئذ تقدم ماندو إليه وطلب الإفراج عن أخويه، فلما سألوه عنهما وعرفوا اسميهما ظهرت الحقيقة وانكشفت الستارة. في اللحظة التي دخلت فيها زمارة وتمبال وراءها والعبيد يمنعونه ويمنعونها، واكتشف الملك في الحال أن هذا الفتى هو ابن الزبال، وكبر الأمر على السلطان ونادى على العبيد والأعوان وفتحت الأبواب وتقدم كبير الحجاج. أملك يا ملك اللي كان اقبض على الراجل ده الزبال. أبويا وابن الزبال كمان حبهان. لا ماندو لا يا والدي. اوعي يا أميرة سيبيهم. مش ممكن تقبضوا عليهم. يقبضوا علينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ولما انت ابن زبال كان لازم تلزم حدك وتشوف لك واحدة على قدك. الله ماله الزبال مش انسان؟ انت نسيت يا مولاي ان احنا في ضيافتك؟ مين اللي قالك؟ تعملها بعقلك وتيجي تخطب ستك؟ السؤال ده يا مولاي توجهه لنفسك، انا ما جيتش الا بناء على اوامرك. انا لا عمري شفتك ولا اصلي اعرفك. ازاي؟ مش انت اللي قلت بنفسك اللي يجيب التلات تفاحات الذهب ويقدمهم لك في سبت تديله ايد بنتك؟ ايوه يا والدي ده عهد وانت قطعته على نفسك. ايوه لكن الزبال ابن زبال ده لا لا ده شيء محال. اسمع يا مولاي انا لا اسمح باي اهانه. احنا صحيح ناس زبالين لكن زيكم بني ادمين. انا غلطت اللي صدقتك. الزم حدك. انا كنت فاهم انك عند عهدك ولذلك جبت التفاحات الذهب وجيت لك. ده كلام محدش يقدر يعرضه. ايوه لكن برضه واحد ارتبط بعهد وبيطالب بعهده. وانا عند عهدي وكنت حدي لك ايد بنتي، لكن انت كدبت عليا وكدبك ده هو اللي ودك في داهيه. انا عمري ما كدبت ولا اعرف اكدب. انا ابني ما يكذبش. اسكت انت ما تتكلمش. لو كنت قلت لي على اصلك وفصلك ما كانش يبقى لنا حاجه عندك كده. هو مش انت اللي ابوك لما يمر بمكان يبقى اجمل من مكان؟ وهو ده كدب يا مولانا السلطان؟ ده كلام يتقال وهي دي شغلة الزبال؟ لا، ويقول لك ابويا كل الناس تحتاج له وكل بيت ينده له. هي دي طبيعة شغله. وتقول انه بيشيل كل بلاوي الناس. طبعا يا مولانا مش كالناس. يعني ما كذبش علينا ماندو. انت كمان بتدافع عنه؟ انت مالكش حاجة عنده مدام وفى بعهده وجاب لك اللي طلبته. ها؟ ايه اللي شفته؟ وبعدين يا شهلان اقبض عليهم يا مولاي السلطان. اسكت انت يا وزير. انت اللي تسكتي يا اميرة. انا عارف كل حاجة بس مش عايز اجيب سيرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عارف صلتك بيه. تصلي بيه كمان؟ وكنت عارف ده من زمان. وما تقوليش يا شهلان. ما كنتش عايزك تزعل يا مولاي السلطان. طيب بس فهميني يا حبيبتي. افهمك ايه بس يا والدي؟ انت بتحبيه وهو بيحبني. انا ما يهمنيش هو، بس هو يهمني. انا ابوكي وتهمني مصلحتك. انت عايز ترجع في وعدك؟ انت عايز تخلف عهدك؟ انا صحيح يا بنتي اخدت على نفسي عهد وانت لسه صغيره في المهد، لكن يا بنتي لا. وانا متمسكه بعهدك وانا مستعد بس تحسني الاختيار. هو انت ولا انا اللي بختار؟ ايوه يا بنتي بس يعني مش كل من كان عندك مثلا ابني ارمان. اسكت انت يا شهلان انا بسال وردشان. انتوا مش بتخيروني يا والدي؟ ايوه يا حبيبتي. خلاص وانا اخترت. عايزين ايه تاني يا بنتي؟ يا حبيبتي اسمع يا والدي، لو ما كنتش هتنفذ لي ارادتي انا هدخل اوضتي واحبس نفسي. لا حول الله يا ربي. انت كنت دخلت قلبي. طب بس ما تبكيش ما تبكيش يا بنتي. هو ده نصيبي وبختي يا بنتي. بس انا يعني انا بتتكلم يا شهلان.
يا مولاي السلطان. انت بتسألني انا ولا بتسأل الوزير؟ يعني مفيش فايدة منك؟ انت مش قادر تفهمني. طيب انا هنفذ لك رأيك. اهي دي اللي كانت ناقصة علينا. والله خير ما عملتي يا مولانا. والزبالة هي رزالة. ما تنساش ان الزبالة ساعات نلاقي فيها دهب يا مولانا. ما فيش قوة في الوجود ممكن تفرقنا عن بعض، لاننا اتخلقنا لبعض، وما فيش حد احسن من حد. احنا انتهينا. لا لسه يا مولانا. لسه ايه؟ احنا في بيتك يا مولانا، وكان لازم تحمينا. احنا شعرنا بالمهانة. يا سيدي حقك علينا. العفو يا مولانا. تمبال زمارة، ازاي الكلام ده يا مولانا؟ وهعمل ايه يا سلطانة؟ تقوم تجوزها لواحد زبال يا مولانا؟ بنتك هي اللي غصبت علينا. وتسمع كلامها؟ انت عارفة اني بضعف قدام دموعها. دي بنت عمري وما عنديش غيرها. ايوه بس ده شيء مش من مقامها. على اي حال المسألة لسه في ايدينا. والناس، الناس يقولوا ايه علينا؟ على كل حال الوزير اشار علي بمشورة، يمكن هي اللي تنقذ الأميرة. ازاي؟ انا هبعت اجيب الجدع ده الزبال وحطلب منه طلب محال، وطبعا مش هيقدر يجيبه. ونرجع تاني لعنب جيبه. المهم ان احنا نخلص من ماندو زي ما خلصنا من الأمير اللي قبله. ازاي؟ الوزير قال لي على طريقتين. ايه هم؟ اول طريقة ان احنا نخلص منه. يا خبر. طب والأميرة؟ ما هو محدش هيعرف، وبعد ما يموت الأميرة هتسلاه، وبعد كام يوم هتنساه. أيوة بس ده شيء كتير. أنا بقولك بس اللي قاله الوزير. طب والطريقة التانية؟ بعدين هبقى أقولك على كل حاجة يا سلطانة. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا مولانا. وردشان والسبال ده شيء محال. أنا كنت عارف إن مولاي مش هيوافق على الطريقة الأولانية. أيوة حكاية القتل دي فظيعة وقاسية. يبقى مفيش يا مولاي غير الطريقة التانية. أنا لسه بفكر في الكلام اللي قلتهولي. مفيش غير عنقود اللولي. طب ولو جابهولي؟ هو فيه لولي يبقى عنقيد. واحنا ليه هنروح بعيد؟ هو مش جاب لي الثلاث تفاحات الذهب يا شهلان؟ احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش هو جابهم ازاي، ومع ذلك دي صدفه، والصدفه ما تتكررش يا ملك الزمان. اصبت يا وزير واحسنت التفكير. الأمير ماندو. السلام والأمان يا ملك الزمان. أهلا يا ماندو. أهلا وسهلا. أهلا. خير يا مولاي؟ خير إن شاء الله. شوف يا ابني، انت جبت نص مهر الأميرة. هو لسه في حاجة تانية يا مولاي؟ أها أمال انت جبت التفاحات الذهب. لسه عنقود اللولي. عنقود اللولي؟ أهو لو جبته لي. لكن يا مولاي ده كلام جديد. هو ده الكلام المفيد. وهو اللولي يبقى على إيد؟ هو ده الطلب الوحيد. ولو جبتهولك تبقى الأميرة حلالك. طيب أنا هجيب لك عنقود اللولي وكل اللي قلتهولي. قولوا للأميرة وردشان مندو هيعمل المستحيل مهما كان، وكل شيء بأوان.
خرج من أمام السلطان وهو حيران، وظل يسير ولا يدري إلى أين يسير، حتى انتهى به المسير إلى عين الماء، ووجد العجوز السمحاء التي تكلم الماء. وعندئذ